نعم جرير، الاشتباكات تدار الآن بشكل متفرق في عدة جبهات من على طول الساحل الغربي، حيث تجري هذه الاشتباكات في غرب وجنوب وشمال مديرية التوحيطة على وجه التحديد، وفي أطراف جبهة أو مديرية زبيد، حيث تتوافد هنالك تعزيزات كبيرة منذ أيام سابقة وحتى صباح اليوم، وفدت تعزيزات لمختلف التشكيلات المقاومة الوطنية التي تتوافد بشكل كبير، وخاصة ألوية العمالقة التي تتوافد وتقود بعمليات زخم كبيرة الآن إلى جبهة أطراف زبيد وأيضا إلى منطقة المركز الدريهمي التي تعد هذه الجبهة جبهة استنزاف للميليشيات الحوثية، حيث يتم نشر هذه القوات، قوات الميليشيات أو مجاميع الميليشيات الحوثية وآلياتها، حيث يتم قصفها من قبل مقاتلات التحالف العربي، وهي تهدف إلى عمليات استدراجات كبيرة داخل هذه المزارع، وتقوم من ثم بعمليات قصف لها إما عن طريق غارات التحالف العربي أو عن طريق مدفعية التي تقوم بتنفيذها عمليات الاستطلاعات، طائرات من دون طيار، وتقوم هذه المدفعية بقصف ليلي متواصل منذ أمس وأيضا حتى صباح هذا اليوم. وتكبدت الميليشيات الحوثية خسائر فادحة، أكثر من 20 عنصرا لقوا حتفهم في هذه المعارك التي تجري في أطراف زبيد وأيضا في المناطق المحيطة بمركز مديرية التوحيطة وأيضا مركز الدريهمي. هذه التعزيزات الآن يبدو أن هنالك عملية مرتقبة قادمة في الأيام بعد تعنت الميليشيا وبعد عدم انسجامها وعدم جعلها تسلم مدينة الحديدة ومينائها الاستراتيجي. إلى ذلك تقوم الميليشيات الحوثية بعمليات اعتقالات واسعة للطلاب الذين قدموا والذين كانوا قد نزحوا في فترة سابقة إلى المحافظات والمناطق المجاورة، قامت باعتقالهم وكانوا يودون يحاولون تأدية اختباراتهم في مركز الحديدة. إذن الميليشيات الحوثية تتلقى ضربات عنيفة في أكثر من موقع وفي أكثر من اتجاه وفي أكثر من جبهة. الميليشيات غارات التحالف العربي شنت غارات عديدة على طول هذه المزارع في الدريهمي وعلى طول امتداد الخط الكيلو 16، حيث تم مباغتة هذه الميليشيات، ويركز طيران التحالف العربي على استهداف مراكز حيوية ممثلة بغرف العمليات وأيضا مخازن الأسلحة ومراكز الاتصالات بشكل أدق، كما حدث في مديرية حالي وكما حدث على أماكن إطلاق الصواريخ للميليشيات الحوثية. شكرا لك مراسلنا ياسين الرضوان من مديرية الخوخة في الحديدة.